احنا كل ان احنا عاوزينه اهل القرية والمركز والمحافظة عامة. احنا بنتكلم عن مصر كلها. تدخل وزارة الخارجية في هذا الموضوع، لان الموضوع ده موضوع كبير. لما دم المصري يعمل فيه ان هو عمله ده موضوع حرام وما يرضيش ربنا. وبنطالب السيد الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي ان احنا انتخبناك وكل الناس انتخبتك عشان تحمي كرامتنا. خسارة ان شاب يجي في السن ده مواليد 90 يجي في الجنازة البشعة ان انتوا كلكم شفتوها، وده اكبر حرام ان راجل رايح ياكل عيش. فان كان دم مصر رخيص داخل مصر عمره ما هيكون رخيص خارج مصر. ان احنا عاوزين ندخل دلوقتي اقصى العقوبة على الانسان ده. وازاي وزير الخارجية ان يطلع يقول على الهواء ان الناس دي اتقبض عليها او ما اتقبضش او يريح الشعب المصري؟ احنا مش عارفين حاجة، او اتحقق معاهم او عملها مشاجرة او عملها عمدا مع سبق الاسرة والترصد، ما سمعناش ده. المفروض ان فيه وسائل الاعلام اشكركم توصلوا صوتنا لاكبر واحد في الدولة ان احنا بنطالب باقصى عقوبة على الناس دهيات. وبنطالب من المشير عبد الفتاح السيسي التدخل ويكلم وزير الخارجية. احنا جزء من جزء مصر، والموضوع ده مش موضوع الصعيد ولا موضوع دشلوط ولا أسيوط. الموضوع ده موضوع كرامة المصر في كل مكان. يا سيادة الرئيس انت مولينا وحالف اليمين علينا وانت اللي تقف بجوارنا، لان احنا عاوزين حق احمد عاطف ابن قرية دشلوط ان هو طلع عشان ياكل عيش، مش طالع لاكتر من كده. هوات يحصل كده هوات المأساة ان انتوا شفتوها وملايين الناس كانت بتشيح في الجنازة قدامكم. احنا بنطالب بحقه، والحق يجي عن طريق وزارة الخارجية ويجي عن طريق السيد المشير عبد الفتاح السيسي.